ازيكم يا جماعة؟ النهاردة عندنا حاجة جديدة غير الرسم، يعني دي رسمة بس. النهاردة هنستخدم يعني ده لزق، المفروض نشيله وبعديها نعمل زي الصورة دي. والسلاكة دي نحتاجها عشان نزق الرمل ده طبعا رمل ملون، في رمل كتير ملون بس مش بنلاقيه. اوكي دلوقتي دي الورقة نحتاجها برضو. في جريتر هيتبقى، لما الجريتر يتلزق نعمله كده. اوكي ويلا نشيل اللزق. يلا بعد ما شلت الايدين والراس وكده، قصدي الشعر. اوكي بعديها نفتحها وارجع لكم. اوكي يا جماعة اديني فتحت الجرطة اختي. تحطوا كده شوي شوي، طبعا التانيين مش هيلزقوا عشان هما ماسكين. اوكي يا جماعة دلوقتي جه دور السلكة، يعني نفرد. طبعا الصورة خشنة، قصدي اللزق خشن زي المكتب كده خشن. اوكي هنزود شوية رمل بعدين بس حسب انه يقع. انا اصلا ما يقعش على الرسمة، اهم حاجة ما يقعش على الرسمة. يلا كده حلو يا جماعة، خلصنا من اللون البرتقالي. طبعا الايد ديت مش مظبوطة عشان ما كانتش لزقة قوي يعني، فلزقناها بالصمغ اللي عندي. اوكي نبدأ بلون الاصفر يعني. اوكي في لون اخضر برضو بس الرجلين بس اللي هي الكوتش يعني والطاقية. يلا نبدأ بالأخضر بس نخلص كل اللي يعني شوفوا. هنقص الأخضر ونرجع لكم. اوكي يا جماعة انا طبعا لزقت البرتقاني عشان لو صبنا الأخضر مع البرتقاني الأخضر هي البرتقاني هيلزقوا مع بعض. اوكي المهم نرش مش كتير يعني، منوشش كتير. اوكي كده حلو على الطاقية. اوكي اوكي كتير جدا حلو. يلا اوكي يا جماعة بعد ما خلصنا من الاخضر طبعا هنقفله تاني عشان ايه رأيكم يعني نبدأ في لون تاني، يعني زي ايه رأيكم الاحمر رأيكم يعني في قلب هنا وقلب هنا شوفوا، وورد وتوكة والطاقية دي برضو والكوتشي بتاع البنت. اوكي هقفل الاخضر وافتح الاحمر بداله وارجع لكم. اوكي يا جماعة بعد ما شلنا اللون الاحمر طبعا قفلنا الاخضر وفتحنا الاحمر. طبعا الزرع ما خدناش بالنا اللي هو اخضر برضو الحتة دي يعني. اوكي اخر حاجة برضو هنفتح الاخضر ونحطه تاني. اوكي المهم نحط كده في برضو اللون في حاجات كتير احمر زي القلب ده كترش يعني، وزي التوكة برضو زي الطاقية كل حاجة احمر. اوكي يا جماعة طبعا اللون الاحمر ما كفاش الالوان كله بس كف التوكة والطاقية ما كفاش اي حاجة، والقلب ده يعني مش قوي يعني، والورد برضو زي القلب
وطبعا حاجات يعني متلونة برضو، الكوتشي مش متلون كويس. اوكي دلوقتي هنبدأ، طبعا الوحمة خلص زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنبدأ في اللون الازرق، مش هنبدأ بعديها في اللون الاسود عشان ما فيش اصلا اسود. بعديها الاصفر، بعديها الابيض، بعديها كده خلاص عشان ما فيش بربل وبينك. اوكي المهم افتحه الازرق وارجع لكم. اوكي يا جماعه بعديها يعني الازرق هيشبك في الاحمر الباقي، تمام زي ما انتم شايفين الصوره. اوكي بعديها نرش بقى بس الجزمه والطاقية والتيشيرت بتاع الولد. باين برضو يا اختي ثبت كتير، يلا عشان مفيش مشكلة. اوكي يا جماعة زي ما انتم شايفين هنبدأ في الاصفر بعديها، بس يعني زي ما انتم شايفين الازرق شبك مع الاحمر، بس يعني برضو شكل الرسمة حلو. اوكي طبعا ما زودتوش الاحمر استخدمه. اوكي افتح اشيل اللزق اللي باللون الاصفر، بعديها ارجع لكم. بعديها يعني اخر حاجة الزرع، طبعا احنا غلطنا في الاخضر. يلا سلام. اوكي يا جماعة بعد ما فتحنا الاصفر طبعا شلنا المش محتاج عشان احتاجه. اوكي المهم نعمل زي الصورة. اوكي طبعا دي فيونكة صغيرة جدا. يعني مفيش مشكلة. اوكي حلو كده. اوكي يا جماعة بعد ما عملنا الاصفر طبعا الجزمة محتاجة شوية اللي جوه دول. اطلعي. اوكي يا جماعة نبدأ في الابيض بعديها. شوفوا الحتة الصغيرة ديت في الطاقية اللي هي دي اللي قدامكو، وبرضو البنطلون، برضو الكوتشي ده الكوتشي بتاع البنت زي ما انتم شايفين، وبعديها كده خلص. اوكي بس نظبط الاصفر ونرجع لكم. سلام. اوكي يا جماعة بعد ما شلنا الابيض وفتحناه الابيض نفسه. اوكي طبعا اللزق ابيض بس برضو. مع طبعا الرسمة ما ظبطتش عشان اول مرة يعني نعمل في البتاع دي الرسمة دي. اوكي نبدأ في الاخضر اللي احنا غلطنا فيه وكده الرسمة خلصت. يعني نفتح الأخضر نصبه على الزرع بقى ونفك اللزقة ونفتحه الأخضر يعني وبس. اوكي يا جماعة هنشيلنا اللزقة ونعمل كده. نزل الرمل، طبعا ده رمل مش جريتر. اوكي يا جماعة بعد ما حطينا الأخضر وظبطناه كده في الورقة واللون نفس الوش، يعني الرسمة دي زي الرسمة دي، بس الصراحة يعني الوش يعني ما فيش ولا لون ينفع للوش. حتى شوفوا الأسود ما ينفعش، حتى البينك والبرتقاني والأبيض برضو والأخضر البرتقالي فيه بس مش هيكفي برضه. اوكي ولو لقيتوا البتاع ديت الرسمه ديت يعني في اي مكتبه اعملوا زي ما انا عملت، وقولوا له ايه رايكم في الكومنت. وبعديها قبل ما اقفل الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك
وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.